الآلهات في سوريا رمز البركة والتقديس. عشتار إلهة الشعوب. تشمل المنطقة التي كانت تسيطر عليها ثقافة العصر النيولوثي كلاً من أراضي كردستان، سوريا، مصر، لبنان وفلسطين، التي استمرت فيها أنظمة المعتقدات في التأثير الدائم على بعضها البعض، وقد سميت آلهتهم وفق لغات مختلفة. نينهور ساج إلهة جبال زاغروس، وإلهة البركة عشتار في بلاد ما بين النهرين الدنيا، وعرفت بالإلهة الأم ستارت في المناطق الممتدة من سفوح جبال طروس وصولاً إلى حضارات البحر الأبيض، ومثلت الثقافة النسائية الموسعة على هذه القطعة الجغرافية. هل تعلم أن الإلهة ستارت قد تغيرت في ثقافة العصر النيولوثي ما بين القرن الرابع والقرن العشرين، وأصبحت أيقونة في الأراضي الممتدة من بلاد ما بين النهرين الدنيا إلى مصر، ومن البحر الأبيض حتى اليونان، ومن هناك إلى إيطاليا؟ عشتار إنانا ستارت هي آلهة واحدة عرفت بأسماء عديدة لدى شعوب مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، عرفها المؤرخون بإلهة الشعوب الرئيسية. وقد عرفت الآلهة ستارت التي تنحدر من الجذور الهورية في اللغة الكردية باسم ستارستيرا، وفي اليونانية أفروديت، وباللغة الأكادية التتارت، وفي الآرامية التيرات، وفي اللغة الفينيقية عشتارات، وفي العبرية عشتاروت، وفينوس عند الرومان، وتمثل نجمة الصباح كوكب الزهرة. إنانا واسمها في الأصل عند السومريين ويعني ملكة السماء، تغير إلى عشتار عند الأشوريين والبابليين. صحيح أن لها مسميات مختلفة، لكن مكانتها واحدة كأصل للخير والبركة. في قصة النزول إلى العالم السفلي تختفي البركة والحب من الأرض. ستارت أو إنانا هو الاسم الأكثر شهرة، تعود إلى الأرض لتزهر الطبيعة ويحب الناس بعضهم ولتعم البركة. تقدم لها الصلوات بلغات وثقافات مختلفة من أجل الخصوبة، البركة، الحب، ولكسب الحرب. هي إلهة النجوم، وفي تماثيلها ومنحوتاتها وتصاويرها يشار إلى السمة الأكثر خصوصية لها، أحياناً بقرنين فوق رأسها، وأحياناً أخرى بنجمة في إشارة لنجمة الزهرة، كما كانت ترسم وهي تحمل سيفاً في يدها، وبجانبها أسد، وعلى الجانب الآخر حصان، وعلى كتفها حمامة. ترسم أيضاً على شكل امرأة عارية تمتطي وحوشاً ضارية، صورت وهي تحمل أفعى كرمز للطب والشفاء. تعود جذور ستارت إلى بلاد ما بين النهرين، ولكنها امتدت إلى الغرب في الفترة الهلنستية، ويمكن أيضاً العثور على أثارها في سوريا ولبنان، وكانت تعرف باسم إلهة قبرص أفروديت. وفي القرن التاسع عشر وبالقرب من مدينة إدلب السورية، عثر في مدينة تلمرديخ القديمة إبلة على مجموعة من التماثيل والمنحوتات التي تصور الآلهة عشتار. ما بين أعوام 1650 و 1800 قبل الميلاد، كان نظام معتقد الحضارة الحاكمة يقوم على الإيمان بالإلهة ستارت. ما زالت الألواح والرقوم الطينية التي تتحدث عن وجود ستارت موجودة حتى الآن. استطاعت ثقافة الإلهة ستارت الامتداد من شواطئ البحر الأبيض إلى الحضارة المصرية، ومن هناك وصلت إلى قرطاج المعروفة بتونس في يومنا الحالي. في مصر القديمة في عهد الأسرة الثامنة عشر، عندما كان الفرعون تحت مس الثالث يعبد ستارت، نحت من الحجارة الكلسية في ذلك الوقت منحوتة تشبهها، ما زالت موجودة في المتحف الأثري في مصر. في عام 814 قبل الميلاد، قامت ديدو ملكة قرطاجة ببناء معبد تقديساً لعقيدة الإلهة وتكريمها والحصول على مباركتها وتقديم العبادة لها. تماثيل إلهة الحضارة الفينيقية ستارت معروضة اليوم في المتحف الوطني في أسبانيا، في فلسطين وإسرائيل، وفي بعض الأماكن التي تم التنقيب فيها على شواطئ البحر الأبيض أيضاً، تم العثور على تمثالين للإلهة وعلى رأسها قرنين. أوصلت الإلهة ستارت ثقافة الإلهة الأم إلى العديد من الحضارات بعد تأسيس النظام الأبوي، ومثل العديد من الآلهة التي تمثل ثقافة الإلهة الأم، تم تحريف الحقائق وتصويرها بشكل سيء في الأساطير. ترمز نجمة منقوشة في تاجها إلى دوران النجوم والعالم،
بعد النظام الأبوي تحولت تلك النجمة إلى قرون، وفي فترة الديانات التوحيدية وصفت بأنها رمز الشر. ومثل جميع الآلهة الأخرى الموجودة في ثقافة الآلهة الأخرى، فإن ثقافة الأديان التوحيدية للرجل القمعي تحاول تحريف وإزالة عشتار من ذاكرة المجتمع.